أهلا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة تتعلم احتراف الرياضيات، وهنكمل في علم الجبر. والنهاردة هناخد الأعداد المركبة وسولة أويلر. معنا الحلقة الخامسة النهاردة في علم الجبر، وهنتكلم على الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر معناه انه في اي في العدد عندي. الاي اصلا بتساوي جذر سالب واحد، جذر سالب واحد. الاي تربيع يعني اخد الجذر ده اربعه ويطلع لي السالب واحد. طب الاي تكعيب هي عبارة عن اي تربيع في اي. طب الاي تربيع بسالب واحد يبقى سالب اي على طول، يبقى الاي تكعيب بسالب اي. طب اي اس اربعه بتبقى اي تكعيب في اي. طب والاي تكعيب انا جايبها من فوق بسالب اي، يبقى سالب اي في اي، واي في اي بسالب واحد، يبقى سالب واحد في سالب واحد يطلع بواحد. عشان كده دايما اي اس 4 ان تبقى بواحد، اي اس 4 ان بواحد، يعني اي اس 4، اي اس 8، اي اس 12. يعني هنا عوض باي قيمه 1 2 3 يديك اي اس 4، اس 8، اس 12، اس 16، دايما بواحد. اما اي اس 4 ان زائد 1 بتساوي اي، تمام؟ زي مثلا زي 5 مثلا، تمام؟ 5 9 يعني عوض بالان دي 1 2 3 وتشوف القيم هنا، هتبقى اي ب 5، اي ب 9 مثلا، اي ب 13 دايما باي، اي 4 ان زائد 2 حط الان ب 1 2 3 4 يطلع لك دايما بسالب 1، اللي هي في الاخر بترجع لك عندك ب باي تربيع. عندك اي اس 4 ان زائد 3 تطلع دايما بسالب اي، اللي هي زي مين مثلا؟ عندنا زي مثلا الاي تكعيب، تمام؟ وهكذا. لو انا عندي عددين مركبين عايز اجمعهم، اي زائد بي اي، خلي بالك في اي هنا بي عدد مركب، زائد سي زائد دي اي عدد مركب. عدد مركب يتكون من عدد تخيلي اللي هو الدي مضروب في الاي، زائد عدد مين حقيقي اللي هو السي. نفس النظام مع الحد الاول او الجزء الاول. فانا لو عايز اجمع دول، اجمع ايه؟ الحقيقي مع الحقيقي، يعني اللي ما فيهوش اي مع اللي ما فيهوش اي، يبقى اي زائد سي، يبقى العدد الحقيقي. هنا معي اي واي، اخد اي عامل مشترك، يفضل لي دي زائد بي اللي هو الجزء ده، طبعا ايه؟ اشاره موجبه. طب لو انا عايز اطرح عددين مركبين، يبقى اطرح الحقيقي من الحقيقي، يبقى ايه ناقص سي، يطلع العدد الحقيقي هنا. خلي بالك هنا بي ناقص دي، الاثنين مضروبين في اي، يبقى ده العدد مين؟ التخيلي. طب لو عندي الاثنين بالشكل ده، يبقى ايه زائد بي اي مضروبه في ايه ناقص بي اي، يبقى ده فرق بين مربعين. لو ده عدد مركب، فبالتالي لما احط اشاره سالبه في النص، خلي بالك الكلام ده ينطبق مع العدد المركب فقط، لما احط اشاره سالبه في النص يبقى ده عدد مين؟ المرافق بتاعه، يعني القوس اللي هنا ده هو المرافق للقوس الاول. فتعالج مع بعض كده، هنضرب نقول ده فرق بين مربعين، يبقى ايه في ايه تبقى ايه تربيع. هنا بي اي في بي اي تطلع بي تربيع اي تربيع، ما تنساش معاك سالب، لان هي سالب بي تربيع اي تربيع. الاي تربيع بسالب واحد، واضربها في سالب اصلا يطلع لك موجب، يطلع لك في الاخر بي تربيع. يبقى دايما حاصل ضرب عددين مركبين، بحيث ان العدد الثاني ده بيبقى المرافق للاول، يطلع لي مربع العدد الاول زائد مربع العدد الثاني، مربع البي فقط بدون الاي. لو لاحظت هنا في الاخر اداني الناتج عدد مين حقيقي، لان الاي تربيع زائد بي تربيع ده عدد حقيقي. لو انا عندي عددين، اي عددين اشكالهم ايا كان مركبين، فاضربهم ازاي؟ بقول الاول في الاول يطلع لي عدد حقيقي، لما اضرب الاخير في الاخير يطلع لي عدد حقيقي برضه. ليه؟ بي اي في دي اي تبقى بي دي اي تربيع، اي تربيع بسالب واحد تبقى سالب بي دي، يبقى الاثنين دول حطيتهم على بعض يديك عدد حقيقي. معايا كده؟ بعد كده هروح للتاني، اضرب التاني في الاول يديني ايه؟ بي سي اي، يبقى في اي يبقى ده عدد مين؟ تخيلي. دي اي في ايه؟ يبقى ده عدد تخيلي. اجمع الاثنين مع بعض يديني مين؟ واخد اي عامل مشترك يديني العدد التخيلي هنا. طيب لو عندي ايه زائد بي اي على سي زائد دي اي، المقام ده عايز اتخلص منه، عايز اخلي المقام عدد حقيقي لان هو عدد مركب هنا. هروح انا ماسك نفس العدد الاول ده اضربه في المرافق بتاعه، يبقى سي ناقص دي اي على سي ناقص دي اي. خلي بالك المقام سي زائد دي اي، وقلنا ان المرافق بتاعه اتغير الاشاره في النص، لو كانت موجبه تخليها سالبه، ولو كانت سالبه تخليها موجب. انا ضربته بسطه في مقام في نفس العدد عشان ما اعملش حاجه. الفكه دي هي بتشبه الفكه اللي فوق، يبقى اقول ايه؟ سي تربيع زائد دي تربيع. اضرب الاثنين دول في بعض ازاي؟ يبقى الاول في الاول هيديني عدد حقيقي اي سي، اضرب الاخير في الاخير عشان يديني عدد حقيقي برضه، يبقى بي اي في ناقص دي اي تبقى بي دي، وعندك سالب اي في اي بسالب اي تربيع، سالب في اي تربيع اللي هي بسالب واحد يطلع لي واحد، يطلع لي هنا زائد بي دي، الاثنين دول عدد مين؟ حقيقي. تعال نضرب ده البي اي في السي، يطلع لي بي سي مضروبه في الاي بر. معايا كمان هنا الاي في سالب دي اي، يبقى سالب اي دي اي. الكلام ده كله هيبقى في البسط عندك. فانا وزعت الحقيقي على المقام والتخيلي على المقام،
خلي بالك على نفس القوس كله، وهنا ضربته في اي بره عشان اخدها عامل مشترك. نروح بعد كده التمثيل البولر للارقام التخيليه او الارقام المركبه، بمثلها ازاي؟ لو افترضت ان عندي a زائد b i ده عدد مين مركب، بمثله ازاي؟ بعمل محورين، محور الاعداد الحقيقيه ومحور الاعداد التخيليه اللي اسمه y، او هنا بحط i مكان الواي دي احط i، يبقى ده مين؟ المحور التخيلي عندي. فالاي هو الجزء المقطوع من المحور الحقيقي ايه، طب البي مضروبه في الاي فده محور اي، يبقى اطلع كده بي فوق هنا. فانا لو عايز المحصله بين الجزئين دول بعمل مستطيل، بقفل المستطيل، يبقى باخد الطول ده والطول ده واقفل المستطيل واوصل النقطه دي بنقطه الاصل، يبقى ده المودولس او الماجنيتيود بتاع مين؟ الفيكتور بتاعي. يبقى الار هو قيمه بتاعه الفيكتور او القيمه بتاعه العدد مين؟ المركب اللي هنا ده، يطلق عليه المودولس او الماجنيتيود. اجيبه ازاي؟ انا هفترض ان هو بيصنع الار ده هيصنع زاويه فاي مع محور اكس، والنقطه دي هسميها ام، يبقى 0 ام، يبقى هو ده ار. الماجنيتيود بتاعه اجيبه ازاي؟ يبقى ده ايه من التوازي، يبقى ده بي، يبقى ده بي. هنا ده قطر في مثلث قائم الزاويه، هيبقى هنا الار دي بتساوي ايه؟ هتربح ده ايه تربيع زائد بي تربيع هديك مربع الوتر، يبقى الوتر نفسه بيساوي ايه تربيع زائد بي تربيع، بس هات له الجذر اللي هو القيمه دي. طبعا الفاي هي مين؟ الزاويه عندي. هنا لو انا عايز تان فاي، تان فاي بتساوي ايه؟ ايه على بي ولا بي على ايه؟ لا هي دايما مقابل على مجاور، خلي بالك فاي مقابل على مجاور في المثلث قائم الزاويه، يبقى المقابل على المجاور يبقى بي على ايه. اما الكوزين انا لسه جايب الار هنا، الكوزين عباره عن ايه؟ مجاور على وتر، يبقى الفاي اهي مجاور للزاويه على الوتر، يبقى ايه على ار، ايه والار انا جايبها من فوق هنا. طيب الساين هي مين؟ مقابل على الوتر، يبقى بي، خلي بالك ده بي لان في توازي، يبقى بي على ار، عندك بي هنا على ار، الار وانا جايبها فوق. يبقى تاني لو انا عايز احول الصوره دي للصوره البولر، يبقى ايه زائد بي اي تساوي الار هو الماجنيتيود بتاعي، الار هو الماجنيتيود، افتح قوس كوزاين الزاويه زائد اي ساين الزاويه، يبقى كده انا حولت من الكومبلكس فورم للبولر فورم. لو انا عندي هنا عايز ارفع القوس ده لاس ان، فالموضوع هيبقى صعب جدا هنا، عشان ارفعه لاس ان هيبقى صعب حسابيا، لكن بالاله طبعا سهل. فانا بعمل ايه؟ لازم احوله البولر الاول، بحوله لبولر، يبقى اخد ده كله ارفعه لاس ان، عامل ازاي؟ ده ماجنتيود، يبقى الان تنزل اس للماجنتيود الاولاني مباشره، يبقى ار اس ان، افتح قوس الان لما تنزل على العدد التخيلي ده، يبقى امسك الزاويه اضربها في ان وامسك الزاويه هنا اضربها في ان، تبقى كوزين ان فاي زائد اي ساين ان فاي. نروح للاويلر فورمولا اللي هو شكل اويلر. اويلر بيتعامل مع دايره نص قطرها واحد او دايره الوحده يطلق عليه، بيبقى المحور هو العدد الحقيقي والمحور الراسي بيبقى هو العدد التخيلي اي، واتفقنا ان نص قطرها دايما ايه؟ واحد. فانا لو رسمت نقطه لاي نقطه على المحيط بتاع الدايره دايما طوله ده يبقى واحد، فقال لك النقطه دي هتتحرك على الدايره دايما قيمتها اي اس اي اكس، بحيث اكس هي الزاويه بين الوتر وقتها او بين النص القطر ده ومحور مين؟ المحور الحقيقي للاعداد. يبقى اي اس اي اكس هيبقى ازاي؟ تعال مع بعض، يبقى ده مين؟ اي اس اي اكس القيمه اللي هنا دي، تمام. الضلع ده اجيبه ازاي؟ كوزين اكس، خلي بالك كوزين اكس بتساوي ايه؟ مجاور على وتر، المجاور يبقى قيمته اهو على الوتر قيمته واحد، يبقى الكوزين اكس بتساوي القيمه دي على واحد، يبقى القيمه دي دايما بتساوي كوزين اكس. طيب تعال نروح للساين اكس، ساين اكس بتساوي ايه؟ الضلع ده على مين؟ الضلع ده على واحد، يبقى الضلع ده مباشره قيمته بتساوي ساين اكس، عشان كده انا كتبت هنا القيمه كوزين اكس وهنا ساين اكس. لو خدت انا كوزين اكس وقلت هجمع عليها ساين اكس بس اضربها في اي، قال لك دايما هيطلع لي قيمة الـ e i x، يبقى الـ e أس i x، وهنا الـ x دايما بالتقدير الدائري هتساوي كوزين x زائد i sin x، الـ x هنا تقدير مين؟ 60. لو عايز أنا أحول الـ x هنا بتقدير 60، وقلنا هنا دائري، لو أنا عايز أنا مديك القيمة دي دائري، أو مديك e أس مثلا قيمة هنا، عايز أعوض بيها في الكوزين x وسين x، أجيبها إزاي؟ يبقى الـ 60 اللي هعوض بيه هنا بيساوي الدائري اللي أنا مديهولك هنا على باي في 180. طيب لو انا مديك كوزين زاويه معينه 60 مثلا زائد اي ساين 60، انا عايز اي اس اي كام القيمه اللي هنا؟ اجيبها ازاي؟ الدائره اللي هعوض بيه هنا بيساوي 60 اللي كان هنا، اقسمه على 180 اضربه في باي، وبالتالي لو عوضنا في القانون اللي فات اي اس اي باي، خلي بالك هنا باي بالتقدير الدائري يعني 3.14% دائري، هتبقى كوزين باي زائد اي ساين باي، الباي هنا بكام؟ ب 180 درجه، 180 درجه. لو عاوز تحول الباي دي لقيمه 60 تاخد الباي
قلنا تضربها في 180 تقسمها على باي، ارجع للقوانين اللي فاتت، يبقى ده دائري اضربه في 180 وقسمه على باي، يطلع لي هنا 180. كوزان باي بسالب 1 ساين باي بزيرو، يطلع لي عندي القيمة اللي هنا سالب 1، يعني اي اس اي باي بتساوي سالب 1. فعلا تعال كده عوض باكس باي، تطلع النقطة فين؟ هنا، يبقى النقطة تطلع هنا. خلي بالك باي 180، 180 يعني تمشي كده، 180 تيجي هنا في الحتة دي، يبقى قيمة اي اس اي باي وقتها لما تيجي هنا فعلا يديك القيمة هنا الوتر، يعني الارضية قيمتها تطلع بسالب 1 وقتها، هنا تبقى بواحد عشان هي في الاتجاه التاني تبقى بسالب، يبقى مباشرة اي اس اي باي زائد 1 بتساوي 0، ودي السالب 1 الناحية التانية يطلع لك العلاقة اللي تحت. لو رحنا بصفة أكثر شمولية شوية أو صورة عامة، لو أنا قلت هنا دي قيمة 3 والقيمة دي 4 أي، يبقى ال 3 دي هي إيه؟ خلي بالك هي مين؟ الكوزين إكس، لا مضروبة في الآر، يبقى هي الكوزين إكس مضروبة في الآر، خلي بالك، ال 4 أي هي الآر في الساين فاي، لو دي 3 ودي 4 أي خلي بالك ده محور أي، يبقى الأي دي أكنها مش موجودة، فتقول 3 و4، هات طبعا الضلع ده يطلع كام؟ يطلع عندك بخمسة، اللي هو 3 تربيع زائد 4 تربيع، وهتلوم الجذر يطلع 5، يبقى القيمه اللي طالعه هنا النقطه دي عباره عن ايه؟ 3 زائد 4 اي. طب لو انا عايز الزاويه الفاي، يبقى الار بتساوي ايه؟ 5 زي ما قلنا من العلاقه دي. طب الاكس هنا، الاكس اللي هي مين دي؟ دي الزاويه عباره عن ايه؟ 10 ماينس 1 مقابل 4 على 3، 4 على 3 على فكره هتطلع بال 60 53 وكسر، 53 وكسر درجه. فانا اعمل ايه؟ اخد الزاويه اللي طلعت بال 60 اضربها في باي اقسمها على 180 تطلع عندك 9 وكسر من 10، يبقى ده بالتقدير الدائري، خلي بالك دي دائري، يبقى 3 زائد 4 اي، اعمل ايه؟ اي اس الزاويه عندك تمام اي، وخلي بالك هناك انا كنت معوض الار بكام؟ بواحد، لا هنا الار بكام؟ بخمسه، يبقى تضرب هنا بخمسه، يبقى الار تحطها بخمسه في الاكسبوننشال عندك التقدير الدائري في اي. الحاله الاخيره اي اس زد، بحيث ان زد عباره عن اكس زائد اي واي، اتفقنا ان عندي في حاله ان العدد مرفوع لاس والاس مجموع ينفع اجزاه، يعني اقول اي اس اكس مضروب في اي اس اي واي، اي اس اكس في اي اس اي واي، اي اس اكس نزلت زي ما هي، اي اس اي واي تبقى كوزين واي زائد اي ساين واي. خلي بالك الواي هنا دي بالتقدير الدائري، اما واي اللي بعوض هنا بالتقدير الستيني، بمعنى ان انا باخد واي اللي هنا اضربها في 180 اقسمها على باي عشان يديني واي اللي هنا. ودي كانت فكره مبسطه طبعا على الاعداد التخيليه وصوله اويلر. لو عندكم اي استفسارات او اقتراحات سيبوها لنا على هيئه تعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.